طبول مواجهة جديدة بين حكومة الكاظم والأحزاب المتنفذة، تسمع أصواتها عند المنافذ الحدودية هذه المرة، فأغلبية المنافذ مع دول الجوار تسيطر عليها مافيات فساد موزعة بين الأحزاب المتنفذة، يقول معنيون، خصوصا المعابر الحدودية مع إيران وتركيا، بالإضافة إلى ميناء أم قصر البحرية جنوبي العراق. المنافذ الحدودية موضوع شائك ومعقد، هنالك الأمور تجري سياسيا بسلة واحدة، بعض هذه المنافذ تسيطر عليها أحزاب سياسية لا تخضع للحكومة ولا تخضع للسلطة، بل هي اكتفت بسلطة نفسها. عندما يكون هنالك محاسبة، يجب أن تكون محاسبة على جميع الاتجاهات في الوسط في الجنوب وحتى في إقليم كردستان. ورغم أن قضية المنافذ الحدودية ليست جديدة، لكنها تثار اليوم بقوة بعد أن اعتبرها الكاظمي أحد التحديات الوجودية للحكومة بسبب الأزمة المالية الخانقة وعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين. فالمنافذ تدر مليارات الدولارات من خلال عمليات التجارة والمرور، مليارات تذهب إلى الأحزاب المسيطرة على المنافذ، فضلا عن أن إقليم كردستان يضم أكثر من 22 معبرا غير نظامي لتهريب البضائع بحسب مسؤولين سابقين في هيئة المنافذ. موضوع المنافذ الحدودية فهي حقيقة أموال سائبة غير مسيطر عليها من قبل الحكومة المركزية. اليوم تحتاج يعني هناك أكثر يعني تحتاج الحكومة المركزية إلى التباحث مع حكومة الإقليم من أجل السيطرة على هذه المنافذ. سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية من شأنه رفض ميزانية الدولة بمليارات الدولارات، الأمر الذي سيساهم في دعم الخزينة العامة. فرض السيطرة الحكومية على المنافذ الحدودية مهمة ليست سهلة بحسب مختصين، بل شائكة ومعقدة قد تدفع إلى مواجهة مباشرة بين القوات الأمنية والجماعات المسلحة ما لم يتم التعامل معها بهدوء وروية. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.